بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة 1206 للهجرة، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا بفضل الله منا في الدرس الماضي من القسم الأول مقدمة، ثم القسم الثاني تفسير التوحيد. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث، وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ذكر في هذا الباب بطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. هذا في الباب الأول. في الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة، وهم عليهم السلام أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، دليل على بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام غير باب أولى. في الباب الثالث بطلان الشفاعة. في الرابع بطلان الهداية. نعم، أربع أبواب ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. وبوب المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالآية، قلنا هذا مما سار عليه علماء السلف كالبخاري رحمه الله تعالى، أنه لم يدخل شيئا من كلامه في كتابه، حتى التبويب يبوب بالأدلة. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ الذي لا يخلق لا يعبد، وهو مخلوق يعني مفتقر إلى غير ابتداء ودوام، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا أن ينصروا غيرهم، من أربعة أوجه. الآية الثانية: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم، اللفافة التي حول النواة، النواة عندنا الآن في قشرة خفيفة حول النواة، هذه تسمى القطمير، والفتيل هذه الخيط الذي يكون في وسط النواة، ومن الخلف تجد نقطة هكذا، هذا النقير ذكرت في القرآن. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك لا يعبد، والله سبحانه وتعالى ملك ومالك يوم الدين، فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا الأول، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب لو افترضنا أنهم سمعوا، قال ما استجابوا لكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا عداوة يكون بينهم. هذا إذن من أربعة أوجه أيضا تدل على بطلان العبادة. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. نعم، الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد. وفي بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا أن يدفع عن غيره. وفيه أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، منع التبرك بأحد والتمسح به. وفيه أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد، هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب، بل من يريد الله به خيرا يصب منه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت. نعم، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد فلاح هؤلاء القوم. لماذا؟ ماذا صنعوا؟ شجوا نبيهم، كسروا رباعية عليه الصلاة والسلام، حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، مثلوا بالقتل مثل حمزة رضي الله عنه ومثل أنس بن النضر. ومع هذا هذه الأشياء التي صنعوها ما صنعها أحد من الكفار، يعني في هذه الأيام عندنا الكفار يفعلوا ببعض المسلمين أشياء، لكن ما فعلوا مثل ما فعل هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، فلا هؤلاء وعدمه هذا بيد الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يعبد ورسول الله يكذب عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فنزلت نعم. ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في القنوت يقنت عليه الصلاة والسلام، نعم، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة لو قبلت الدعوة فيهم وطردوا نسأل عافية السلام من رحمة الله لم يبقى في حقهم إلا العذاب، لكن الأمر ليس على ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء الثلاثة وأسلموا وحسنوا إسلامهم، أي نعم، فالهداية بيد الله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال، نعم، هذا فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون، وكذلك لو يفعل مسلم اليوم، لو يقوم الشيخ هنا مثلا ويقول يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، ممكن يضحكوا عليه، لم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، أنزل قام، في جد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده عليه الصلاة والسلام، لم يتوانى عليه الصلاة والسلام. قال فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب. اشتروا أنفسكم يعني بالدخول في دين الله وترك الشرك، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا عموم الآن، الآن بدأ يذكر أقرب الناس إليه، قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مال ما شئت، لأن هذا الذي يقتل عليها النفقة ينفق عليها، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، وإلا لنفع أبو لهب وأبو جهل، القرابة لا تنفع إلا بالإسلام، فالذي ينفع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام. قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، قال رحمه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقام النبوة، لو كان ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها، وقال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، يعني بهذا الباب أراد أن يبين بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وإذا بطلت عبادة الملائكة غير من باب أولى. حتى إذا فزع يعني زال عنهم الفزع والخوف، قالوا إذن الملائكة يتكلموا ماذا قال ربكم، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به سبحانه وتعالى، قالوا الحق، لأن الله سبحانه هو الحق ولا يصدر عن حق إلا الحق، قالوا الحق وهو العلي، إثبات لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات. نعم، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا إثبات القلوب للملائكة وإثباتنا لهم عقول. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الذي يقول أن ليس للملائكة عقول هو أحق أن نقول عنه أنه ليس بعاقل. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم، قضاء الله سبحانه وتعالى شرعي وكوني، وأن الملائكة أجساد عليهم السلام، نعم، أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نعم، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان حجر أم لس، لكن هذا لا يمكن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى نعلم له كيفية، نعم، يكون له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، نعم. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. يعني هكذا وبدد بين أصابعه، والله أعلم. يقول أن الحق دائم، الحق مستقيم، وبالأمس كان عند المحاضرة الصراط المستقيم، الباطل أعوج، ما يمكن يأتي مستقيم، ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوط متعرجة، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. ولهذا الآن عندما يشترقون السمع لا يستطيعوا الصعود هكذا، لازم يكون ايش؟ الطريق اعوى، ينسى الله عافية السلام، ما ياتي طريق مستقيم. نعم. نعم. مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه. نعم. يعني غير مستقيم. نعم. غير سوي. نسال الله عافية السلام. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. نعم، إذن لا بد الحذر من هؤلاء سحرة، مشعوذين، عرافين، كهان، حدث ما شئت. في هذه الأيام في القديم وصول إلى الساحر صعب، وصول إلى الكهان صعب، وصول كلام الكهان لنا صعب، الآن لا، أسهل ما يكون، ضغطة زر تأتيك بكل شيء. والله الساحر عندك في البيت يجلس معك وانت لا تدري، وصدق، وأنهم وإن صدقوا فلا بد الحذر منهم، وفيه أن الساحر يدخل مع كلام كذبات كثيرة يضلل بها الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس. لا يلزم أن تكون 100، لكن كذبات كثيرة ممكن يزيد على هذا وممكن ينقص. نعم. هذا من باب التغليب. نعم. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبحان الله، لا يعتبر بالمئة أو 99، ويعتبر بواحدة، يقول أليس لنا قال اليوم كذا وكذا، لأن الساحر الآن أو الكاهن يأتيك بأشياء تقع عند الجميع. قال في لديك أعداء، قال نعم، قال بعد أسبوع تسمع خبر سعيد وتسمع خبر تعيس، كل واحد منا تحصل له هذه الأمور. قال تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد، في متزوج لا يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما يوجد هذا، معروف صحيح؟ أنا قال في مشاكل عندك في البيت، في مشاكل في كل بيت، هذا ملح الحياة يا أخوانا. وهو قال لا والله قال لي كذا. وبعض الناس هدانا الله إياه أحيانا، هذا اللي يقرأ الكف والفنجان يقول له أنا أتسلى، طيب، أو يفتح المجلة هذه اللي فيها أبراج يقول أنا أقرأ قراءة فقط. القراءة فقط في المجلة لا تقبل له الصلاة 40 يوم، قد لا يصدق اليوم لكن بعد يومين يحصل له شيئا من هذا الذي قرأ، يقول الله أكبر هذا اللي قاله الكذاب، أعوذ بالله من ذا الساحر الكاهن. طيب أنت صدقت الآن، كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد الحذر منهم وعدم السماع لهم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم، هذه المخلوقات وإن كانت جمادا فهي تعظم الله وتخاف منه. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم.
خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه. نعم، هذا في فضيلة جبريل عليه السلام وأنه المعروف بالأمين. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا فيه رد على الرافضة الكفرة الفجرة الذين يقولون خان الأمين. كيف أمين ويخون؟ إما أمين أو خائن. نعم، فصدها عن حيدرة. حيدرة هذا لقب لعلي رضي الله عنه. نعم، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى لأنه هو الأمين. نعم، قال رحمه الله: باب الشفاعة. علق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في إجازات القرآن، أنه في الإجازات عندنا الآن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة، لأن هذا فيه إنكار لإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هذا من في زمن كان يقول هذا، وعدلت الآن بفضل الله إجازات كثيرة، قالوا عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. نعم، قال: باب الشفاعة. الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر، تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. منفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا تطلب إلا من الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. تنقسم هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إلى على قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، وشفاعة عامة لكل أحد، للملائكة عليهم السلام، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للأفراط الأطفال، لكل موحد. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بين الخلائق. الثاني في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفتح إلا له. الثالث في عمها أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الشفاعة العامة في رفع الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، كما نصلي على الجنائز الآن. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم، شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. نعم، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها شروط الشفاعة الثلاثة: الإذن، والرضا عن الشافع، المشفوع له. نعم، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، هذه الآية قال عنها، هذه الآية في سورة سبع، هذه الآية والتي تليها: حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال عنها ابن القيم رحمه الله: هذه الآية هي التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأن ما يتعلق بالكفار سيذكر شيخ الإسلام الآن ويشرح هذه الآية. قال عنها ابن القيم: لأنه كل قطع الله بها كل ما يتعلق به الكفار في آلهتهم. نعم، قال أبو العباس رحمه أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المعروف بشيخ الإسلام، لم يولد له، ويصح كما عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله. نعم، قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، ف
فنفى اولا فنفى ان يكون لغيره ملك، ملك ليس له ملك، نعم، او قسط منه، او قسط من هذا، نعم، او يكون عونا لله، او يكون عونا لله. في هل احد شارك الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ لا، نعم، ولم يبق الا الشفاعه، ما بقي الا الشفاعه. هل الله سبحانه وتعالى ياذن لهذه الاصنام ان تشفع؟ لا، اذا بطل. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. لماذا؟ لأنه لم يأتي الإذن من الله، والشفاعة إذا كان لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير باب أولى. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم. نعم. إذن هذه لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي هداية توفيق دخول في الإسلام، أما هداية دلالة وإرشاد هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إذا كان لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إدخال أحد، ما استطاع إدخال أبو طالب في دين الله. نعم. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو من أحببته محبة طبيعية، أو من أحببته قبل النهي عن محبة الكفار. يصح هذه الثلاثة: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو محبة طبيعية لأنهاكم الله، أو قبل النهي عن محبة الكفار، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. يا عم كافر. يقول له يا عم حتى يرق له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا من الحكمة في الدعوة. قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إدخال هذا في الإسلام. نعم. إذن لإنك لا تهدي من أحببت وطلعنا الهداية. نعم. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب التوحيد؟ الشرك. نعم. لو كانت التوحيد ما قال له قل لا إله إلا الله. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. هذا فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان نسأل الله عليه السلام. نعم. وفيه التمسك بما عليه الآباء والأجداد. نعم. فكان آخر ما قال هو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو ما قال هذا، هو ما قال هو، هو قال أنا. الآن تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. صح ولا تحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح. ما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب. صح. أي نعم. الراوي هنا غير، حذف أنا ووضع هو. لماذا؟ قال: والله لا أحكي الكفر بلساني، مع أن حكي الكفر ليس بكافر. قال: ما أحكي، أقول هو. ولهذا بعد بعض علماء الكلام في مرض الموت كان يقول: والويل لفلان، من فلان؟ هو، إن لم يتغمدني الله برحمة. الحجاج بن يوسف الثقفي في مرض موته كان يقول: اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون
أنك لا تفعل. ما يقول يزعمونك أنك لا تغفر للحجاج، ما يستطيع أن يرجع هذا على نفسه، فهمت يا شيخ؟ فهنا الراوي غير، وهذا فيه التأدب في الألفاظ. لا تحكي الكفر بلسانك، هذا تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ عند الرواة. نعم، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، فكان أخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، قال رحمه الله تعالى الآن بدأ في قسم جديد، كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما هي الأسباب حتى نجتنبها؟ ذكر أسباب ثلاثة. السبب الأول، أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض، شبهة الغلو في الصالحين. الثاني، مضرة العكوف على القبور وتعظيم القبور. والثالث أن الغلو في قبور الصالحين يصير هو ثانية من تعبد من دون الله. الثالث، مضرة الأعمال الصالحة عند القبور أيضا، يمنع لا نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها. ثم جاء بباب رابع وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ليس السبب الوحيد، لكن هو من أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض. الشرك الذي حدث في الأرض كان بسببين والله أعلم. الأول في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بشبهة الغلو في الصالحين، والثاني كان في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبادة الكواكب. نعم، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب يعني يهود ونصارى، لا تغلوا في دينكم، لأنه غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام اليهود قدحا والنصارى مدحا، وأهل السنة توسطوا فيه، قالوا أنه عبد لا عبد، رسول لا يكذب، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح من الأرواح التي خلقها الله وضاف لنفسه تشريفا. نعم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نعم، من قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين سبقوا نوح، لأن مراحل صالحين وماتوا وصوروا تماثيلهم وعكفوا ثم فقد العلم عبدوا، ثم نوح عليه الصلاة والسلام بدأ يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الشرك. نعم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى. نعم، إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، فيه أن البدعة قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ما هي البدعة؟ ابتدعوا شيء في محبة الصالحين وهو صورة الصالحين، تصاوير تماثيل حتى نتذكر ما كانوا عليه من وعظ، أدى بهم هذا نسرع في السلام إلى الكفر الأكبر. نعم، هذا لا يعني أن البدعة شرك أكبر، لا، في فرق عندنا صغائر وكبائر وشرك أصغر وشرك أكبر، لكن قد تؤدي البدعة إلى الكفر الأكبر. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، وعن عمر رضي الله عنه إذن عندهم تصاوير وتماثيل، عكوف على القبر، طال عليهم الأمد، بعد عن العهد النبوي. نعم، وفقد العلم، مضرة فقد العلم. نعم، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، الإطراء والمبالغة في المدح. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلكهم في العمل
وأهلكهم في نقص الدين، نسرعى في السلام. نعم. ولمسلم عن الغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطع هو المتعمق والمتقعر والمتشدق، إما في الأقوال أو في الأفعال، يعني يتكلف. يعني بعض الناس الآن يقول كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا تنطع للممثلين، او يتنطع في الحركات، ترى يصلي يعني الله اكبر هو، ويتنطع في النية ايضا الله هكذا، هذا هلك، هذا هلاك في الدين وهلاك في الابدان. متنطع، متعمق، متقعر، متشدق. وبعض الناس يتكلف السجع، يعني يتكلف أن يكون الخطبة على السجع، هذا تكلف مذموم. ولهذا قال الطالب للأستاذ، قال: يا أستاذ، ما أحسن السجع؟ قال: ما وافق الطبع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. جاء على الطبيعة، على السليقة، من دون ما يتكلف. فإذا لم يتكلف كان جميل، لكن يتكلف أنه ينهي كل كلمة مثلا بكذا، هذا مذموم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول عندنا أحد الشباب يقول أنه كتبت له يعني ورقة طويلة عريضة مقاضي يجيبها من السوق، وكذا وكذا وكذا، المهم هو تقرأ عليه الورقة، هو يسمع وكذا 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 وكذا، وصلت عند وكركم، قال: إلى هنا نشكركم. توقف يا حرام عليك، إيش الورقة هذه؟ أجيب السوق كله يا رب. فقال: إلى هنا نشكركم، ضحكت وعطت الورقة وخلص. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول: عبادة الله عند القبور ممنوعة، فما بالك بعبادة صاحب القبر؟ لا يمكن أن نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها: أن لا يشد إليها الرحم، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. فإن نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية، وإن نوى دعاء الأموات دون الله سبحانه وتعالى هذه زيارة شركية. لا وعظ ولا خطب ولا صلاة عند القبور إلا إذا كان عارض، مر هذا بالقبور ورأى منكر أنكر العارض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد، يعني الآن يحفر في اللحد في القبر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم: عارض؟ نعم عارض، حتى انتظر حفر القبر يصح. أما نجعل وعظ عند كل جنازة مثل ما يصنع بعض الناس اليوم، عند كل جنازة يقول: يا أخوان اتعظوا، يا أخوان الموت كذا كذا كذا، هذا ما، هذا ليس من السنة. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. نعم، لأن أم سلمة رضي الله عنها هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. نعم. وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل، أولئك وأولئك يصح نحدث أنثى. نعم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فذكر العمل وذكر العقوبة، نسأل الله عافية والسلامة. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني مرض الموت عليه الصلاة والسلام، عندما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه الصلاة والسلام يدعو لتوحيد الله وينهى عن الشرك منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، حتى قبل أن يموت بخمس، حتى وهو في سكرات الموت
كان يذكر الناس ويحذر الناس من الشرك. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال إذا اغتم بها يعني منع من التنفس قليل كشفها، ماذا يصنع؟ نعم. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني غرض النبي صلى الله عليه وسلم التحذير لا الإخبار عما كان عليه اليهود والنصارى، وقال ولولا ذلك. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه خشي وخشي. أبرز قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نراه، لا أحد. يا أخوان نترك الكلام هذا اللي موجود عند المواقع التعبانة دي، لا أحد يرى تربة القبر. منذ أن أدخل عمر رضي الله عنه أغلقت هذه الحجرة، ما أحد يرى تربة القبر. فهذا اللي يقول دخلت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لي يد أو كذا، هذا كله كذب. ما أحد يستطيع الدخول ويرى تربة القبر أبدا. هذا اللي يقول دخلت هو يدخل بعد الجدران الثلاثة، الحجرة النبوية حجرة أم المؤمنين عائشة محاطة بثلاث جدران ومسبوب عليها أصلا نحاس، ما أحد يرى تربة القبر. فهذا اللي يقول دخلت هذا يدخل بعد الجدار الثالث، يرى الجدار الثالث، يقول رأيت الحجرة، ما رأى الحجرة أصلا. أبرز يعني أظهر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن مثلا في البقيع أو مع شهداء أحد؟ خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أي الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدفن حيث قبض. ولهذا ميرزا غلام أحمد قادياني مؤسس فرقة القاديانية في شبه القارة الهندية، هذا نسأل الله عفو السلام مات في الحمام، فقالوا له تقول أنه نبي، ادفنه في الحمام لأنه يدفن حيث قبض، وش نصنع لكم نحن؟ هذا اللي هذا، وهذا اللي على ما قلنا أمس آية وكرامة فضيحة ومعجزة وفضيحة، نسأل الله عفو السلام. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد على من يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، لأننا فيما نعلم أن الخلة ثبتت لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة وأنت تقول حبيب الله؟ مفهوم؟ أي نعم، خليل الله. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه إشارة إلى خلافة الصديق، ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. كيف يتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ إما بالسجود عليها. الآن تسمي هذه اللي نسجد عليها تسميها سجادة. لماذا؟ لأن تسجد عليها. وجعلت للأرض مسجدا. لماذا مسجدا؟ كل مكان تسجد عليه فقد اتخذته مسجدا. إذن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها. نعم. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى المسجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإن لم نبني المسجد. نعم. وجعلت للأرض مسجدا. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا. الآن غير الرواية، أول قال خشية، الآن خشية كانت من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. طيب هذا اللي تراه اليوم
يقول مسجد نبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل. من اللي بنى المسجد؟ من بنى المسجد النبوي أخواننا؟ من؟ ها؟ من الذي بنى المسجد النبوي؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حي ولا ميت؟ يوم بنى المسجد حي؟ نعم. إذن بنى المسجد ما يوجد القبر، تمام. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ أين دفن؟ حجرة أم المؤمنين عائشة. وكانت خارج المسجد أو داخل المسجد؟ خارج المسجد، تمام. الثالث الآن إدخال الحجرات، حجرات إلى المسجد، حجرة أم المؤمنين عائشة والسودة رضي الله عنهم إلى المسجد، كان بإقرار الصحابة؟ لا، أنكر من كان من الصحابة وأنكر من كان من التابعين. طيب، أيضا بعد إدخال الحجرات الآن إلى المسجد، الآن عندما تدخل مثلا 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 بعض المساجد، عندنا بعض اتفق أهل السنة، اتفق أهل السنة، لا يا رجل، أجمعت الأمة، ليس أهل السنة فقط، أجمعت الأمة قاطبة أن للحسين كم رأس. حسين يا أخواننا، الحسين، حسين بن علي رضي الله عنه عنهما، له كم رأس؟ هذه أجمعت الأمة، أمة كاملة، صح؟ نعم، على أن الحسين كم رأس؟ لا، أجمع أنه رأس واحد. اليوم الواقع لا، رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في إيران ورأس في باكستان ورأس في، المهم كيف رجل واحد له أكثر من رأس؟ ما أدري. فهذا المسجد له مزية، عندما تدخل المسجد ما ترى القبر، لكن تدخل إلى مسجد الحسين مثلا، وكذب هذا مسجد الحسين ورأس الحسين، لكن تدخل تجد القبر في وسط المسجد مثل الكعبة والناس تطوف. عندما تدخل مسجد النبوي لا ترى، وفي زاوية منحرفة عن القبلة. ثم لو امتنعنا عن الصلاة في مسجد الحسين ما عندنا إشكال، لكن تمتنع عن الصلاة في المسجد النبوي، هذا مسجد يقصد ويشد إليه الرحل، وبهذا يزول الإشكال. ودعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يسمع في التاريخ قط، ما سمع في التاريخ أن أحد جاء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، ما يوجد هذا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كذاب هذا اللي يقول دخلت، هذا يدخل من خارج، مثل الذي يأتي من خلف الحجرات من هناك ويعبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من أما القبر لا يمكن، لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم، وعندنا تصاوير اليوم، وقال في تصوير قمر صناعي وصور القبر وكذا وكذا. المهم، أصلا هذا الذي بنى القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله الواجب كان يؤدب. كيف يطأ فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف، كيف يصنع هذا، يبني هذه القبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ والله عجب، هذا تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والله تعدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطأ فوق القبر ويبني هذه القبة؟ نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، العمل والعقوبة، لأنه لا تقوم الساعة للصلاة والسلامة إلا على شرار الخلق، اتخذوا قبور أنبياء مساجد أو قبور مساجد، وكانت العقوبة أن تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة على شرار الخلق للصلاة والسلامة. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الواجب تجاه القبور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. الواجب أن نرفع القبر عن الأرض مقدار شبر، يسنم القبر كالسنام،
يوضع عليه حجر أو حجرين حتى لا يمتهن، حتى تعرف أنه قبر ولا نتعدى عليه، لا إفراط ولا تفريط. إما أن يبنوا عليها الآن أو ينبشوها، نعم، أو يطأوها، نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. اللات يلت لهم السويق، يعني يفت لهم، يعطي الحجاج التمر مثلا، نعم. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. حتى أصبح من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله، نسأل العافية والسلامة، نعم. وكذا ولا تقوم الساعة حتى يعبد اللات، نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج المصابيح. شيخ الإسلام، وأنت دائما ضعها في رأس عالم يقول عندنا العوام واطلع منها سالم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. احنا ما استطعنا اليوم نمنع بعض الرجال من ما يصنع عند القبور، فكيف لو دخلت المرأة والمرأة عندها لا يوجد عندها صبر وجزع واخذت تبكي وتتمرغ في التراب، ماذا تصنع؟ فأحسن حل قل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، وانتهى الأمر، نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، سرج المصابيح، مصباح مؤقت ما في إشكال، إذا كنا ندفن في ليلة أو عند الفجر ما في إشكال، مصباح مؤقت ويرفع. أما نضع الورد والعلامات والكتابات والرخام وما إلى ذلك، لا، هذا كله ممنوع، نعم. والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه أهل السنة، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الخلق العظيم. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، ثلاث مؤكدات: رسول من أنفسكم، يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم، عزيز عليه أن يشق عليه ما يشق عليكم، باذل غاية جهدي في جلب المحبوب ودفع المكروه، لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم. فإن توليتم، لا، قال فإن تولوا. لماذا؟ لأن المؤمن لا يمكن يوصف بالتولي، حتى وإن كان هذا وقع عند البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمون له، وإن تكوا طالحة، لا، ما تذكر هذا في جنائز أهل الإسلام، إن تكوا غير ذلك. أدب في الكلام، مثل ما قلنا هو على ملة عبد المطلب. جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني أين ابني؟ جاءه سهم قبل أن تبدأ المعركة، ولم يعرف هذا السهم من أهل الإسلام ومن أهل الكفر. قالت: يا رسول الله، أخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان، ما يمكن تقول في النار على ابنها حتى إن كان هذا واقع. قالت: وإن كان في الأخرى فلينظر الله ما أصنع. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرة الدنيا مصيبة أمرأة يتزوجها فهجرته إلى لا، ما يمكن يكررها الآن هنا لأن مذمومة هذه الهجرة، فهجرته لما هاجر إليه، مفهوم؟ إضمار، وهناك إظهار، وكثير هذا. عمر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة، الزكاة جابل الزكاة، امتنع من إعطاء الزكاة ثلاثة، منهم خالد رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من؟ يشكو خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، منع الزكاة. المقام مقام إيش؟ مقام دفاع. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدافع عن خالد. قال: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. المفروض يقول
تظلمونه، صح؟ كرروا مرتين، قالوا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبو بكر لا، لازم يذكر عائشة مرتين، هو يحبها، صح؟ قال أبوها. كررها هذا الحب هنا يكرر، أما الشرك كذا ما يذكر أصلا، يلغى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا، ما قال فإن توليتم، الآية كلها خطاب، لكن انتقل هنا لماذا؟ حتى لا يوصف أهل الإسلام بهذا، وللتنبيه. الشيخ الآن عندما يحفظ القرآن وتتغير الضمائر ويأتي كذا وكذا يتنبه ويقرأ. نعم، لأنه لا يقرأ على وتيرة واحدة، صحيح؟ نعم. فإن تولوا، نعم، وأنت فإن تولوا فقولوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فقل حسبي الله. نعم. وقول الله تعالى، بعض العلماء كان من مشايخنا إذا قرأ الإمام في الصلاة هذه الآية لا يستطيع أن يبدأ الدرس حتى يفسر هذه الآية. نعم، ما يستطيع. نعم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا فيها موتاكم. أو متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصنع فيها عندها شيء من العبادة، يعني صلوا اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور. إيش المساجد في الدور؟ يعني مصلى، هذا يجعل له مكان في البيت يضع فيه مصحف ويطيب هذا المكان دائما، حتى الأولاد والمرأة وهو يأتي يصلي النوافل هنا، حتى لا يجعل البيت كالمقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا فيها موتاكم، أو لا تجعلوها خالية من الصلاة من العبادة. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري، إذن من باب أولى غير هذا من القبور، عيدا. العيد يجينا كم مرة؟ مرة في السنة أو مرتين، صح؟ يعاد ويتكرر. ولهذا نقول عيادة من؟ لماذا؟ لأن تعود وتكرر عليه الزيارة. قال لا تجعلوا قبري عيدا، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل جمعة، في كل شهر، في كل سنة، عيد. نعم. طيب وصلوا علي. طب ماذا نصنع؟ قال وصلوا علي. طب من أين؟ هذا الأخ مسافر المدينة، هذا يقابله في الطريق، قال وين رايح؟ قال المدينة. قال سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي من أي مكان؟ لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من حيث كنتم. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف؟ بقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته الثقات. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى، هو أراد هذا، أراد أن يذكر آل البيت، أن هذا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يصنع؟ يحذر من الشرك. وأنا كانت فرجة في ذاك الزمن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويدعو نهاء. وهذا في حال أهل البيت، يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يعني لا داعي أن يزاحم ويدخل عند القبر. نعم. رواه في المختار. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الآن انتهى من القسم الرابع وشرع بالقسم الخامس. القسم الخامس هذا فيه أنه ظهر أناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا له أنت لماذا تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك؟ الشرك ما يقع في الجزيرة، الشرك هذا الذي تراه في الجزيرة هذا ليس بالشرك. أخوانا هذا شرك؟ قال لا لا لا، ليس بالشرك. أو الشرك لا تقع فيه الأمة كاملة قاطبة،
كيف؟ فرد عليهم بهذا الباب. إذن هذا الباب لدحض حجة والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب هذا ما وقع في قلب الشيطان، ولم يترك نسأل الله السلامة الإغواء، وهذا ظن للشيطان، وهذا مخالف عندنا، هذا الفهم اللي فهموه مخالف للكتاب سيأتي معنا والسنة وقول الصحابة والسلف أصلا. ثم الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل الردة أين؟ فهم؟ في الجزيرة العربية، ولو كان الشرك لا أقع في الجزيرة. إذن قتال الصحابة المرتدين هذا ليس بصحيح، تمام؟ المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة يذكر أصحاب المذاهب الأربعة أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله العافية السلام مرتد حتى وإن كان في الجزيرة. وش الفرق بين الشرك في الجزيرة وخارج الجزيرة؟ وهذا الأحاديث الآن واضحة وغير هذا. نعم، على اعتبار هؤلاء يأتوا بالشبهات، ثم أيسى أن يعبده من؟ المصلي موحد، يعني غير المصلين لم يأس منهم، أو أيسى من الكل ولم يأس من البعض. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون به يا رجل، هذه الآية في من؟ في أهل الكتاب. وهو يقول باب ما جاء أن هذه الأمة، ما علاقة أهل الكتاب بهذه الأمة؟ لا يتضح إلا بالحديث. الآيات الثلاثة الآن لا يمكن أن تربط بين الباب والآيات إلا بالحديث، ولهذا المؤلف حكيم ذكر الباب والآيات الثلاثة ثم ذكر الحديث، كأنه يقول حتى يرتبط المعنى معك، مفهوم؟ فإذا كان الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأنا سنتبعهم، إذا لابد يقع هذا في الأمة كما وقع في كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، ألم ترى، استفهام إنكاري، أوتوا نصيبا حظا من الكتاب، العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك، الذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، إذا آمنوا بالجبت والطاغوت وكان منهم ولابد يقع هذا في الأمة. نعم، آية ثانية. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئوا بالمسلمين، فقال لهم الله، يعني معنى الآية، من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب، أو الذين سلموا من العقوبات؟ من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات. واليهود ما استطاعوا ينكروا هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا في الأمة السابقة، لا، عرفوا أن منهم من كان مسخ قردة وخنازير نسأل الله عافية السلامة. وكانت القردة موجودة قبل، نعم موجودة قبل، موجودة في قردة حيوانات، يعني أكرمكم الله، نعم موجود. طيب لماذا مسخ قردة؟ لأن الجزاء من جنس العمل. قال لهم الله سبحانه وتعالى: قولوا حطة، يعني اغفر لنا خطايانا. قالوا حنطة. حرم الله عليهم الشحوم، جمعوها أذابوها وباعوها كل عثمان. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على استهم. قال لهم الله: كونوا قردة. هل الإنسان مثل القرد؟ هل أول خلق الإنسان قرد؟ ها يا رجل، اليوم هناك من يقول أن أول خلق الإنسان قرد، كيف نصدق هذا؟ والله لو يأتي بمليون نظرية أصلا كذبوه، حتى الطبيب هذا الذي كان مع دارون يقول دارون كذاب، وضع هذا السن في الجمجمة، هو يقول كذاب. نصدق دارون ونكذب كلام الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. عقيدة ما يمكن نتراجع عنها، عندنا مسلمات في الدين في هذه الأيام، والله بهذه الأجهزة وبهذا الكلام غيروا لنا المسلمات. إبليس الآن قال لا تقول إن إبليس في النار،
إذا إبليس ما هو في النار من في النار؟ طيب كيف عقيدة؟ عقيدة كل مسلم معروف إنه إبليس. فغير الآن مسلمات غيروها، واللي يتكلم في نظرية داروين مشكلة. إخواننا كلام رب العالمين، كيف أترك كلام رب العالمين؟ قال هذا عنده نظريات وإثبات، ووجدوا قبل 2 مليار سنة كذا 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 جمجمة وأثبتوا أنه والخلق الإنسان قرد. ما يمكن، مسخ قردة نكاية بهم من أسرعاف السلامة. هل القرد الموجود الآن بقية أولئك الممسخين؟ لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا الشاهد الآن، إذا كان فيهم من يعبد الطاغوت وأن سنتبعهم، إذا لابد يقع هذا في الأمة. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، يعني قالوا إما الحكام في ذاك الزمن أو الذين لهم الرأي، لأنهم عظموا هؤلاء. سبحان الله، المفروض يعظموا من؟ قصة أصحاب الكهف فيها تعظيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرج؟ اليهود واليهود يصح إما بالرفع أو بالنصب، لأنهم الصحابة استعظموا هذا الأمر. كيف بعد هذا الدين ودين كمل ولله الحمد، وهذا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد هذا نتبع سنن، وفي رواية سنن طريقة وطريقة، هم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى؟ استعظم هذا الأمر. قال فمن إن لم تتبع هؤلاء من تتبعه؟ نعم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه إخبار وتحذير طبعا، نعم، عن أن نسلك طريق هؤلاء. ولمسلم حذو القذة بالقذة، الآن هذه ريشة السهم دائما، الريشة هذه دائما، الريشة في الغالب تشبه الريشة الأخرى للسهام، فقالوا أنتم تشابه اليهود والنصارى كما أن ريشة السهم تشبه الريشة الأخرى. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى أي جمع لي الأرض. كيف؟ الله أعلم. آمنا صدقنا وسلمنا، فرأى المشارق والمغارب، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه من المشرق إلى المغرب العربي. آية من آيات النبوة. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة الجدب والقحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب والقحط. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ليست السنة ألا تمطروا، يعني الجدب والقحط، لكن السنة والجدب والقحط أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. وألا يسلط عليهم. هذا السؤال الأول. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة، قحط عام و وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، يعني أموال أهل الإسلام، أنه لا يمكن أن الكفار يسيطروا على المسلمين في كل الأقطار، ممكن يسيطروا في بعض الأقطار لكن الكل لا. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، يعني سبيل عام، سبيل خاص يحدث. كم سؤال؟ هذا الثاني. استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين، منع الثالثة. قال الثالثة هنا في هذه الرواية، السؤال يعني غير مذكور واضح، في بعض الروايات أنه ذكر أنه لا تقتتل الأمة فيما بينها، وهذا أمر كتبه الله، والباب كسر من؟ عمر رضي الله عنه. ومنذ أن كسر الباب انفتحت باب الفتنة، وبدأ القتال يكون بين المسلمين، ولهذا قال
وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت نعم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. هذا السؤال الأول. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا السؤال الثاني. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم. حتى يكون بعضهم. هذا السؤال الثالث الآن الإجابة عنه. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة مضلين، حصل الخوف على الأمة في أئمة الضلال. نعرف الإمام قد يكون في الخير وقد يكون في غير هذا. نعم. يعني رجل واحد مثلا أحيانا يغير أمة، رجل واحد يغير أمة مثل هذا، قلنا ميرزا غلام أحمد قادياني. نعم. ورواه البرقاني إلى يومنا هذا لهم معابد، لا يمكن نقول مساجد، لهم في بريطانيا في بعض الدول في شبه القارة الهندية لهم معابد الآن. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف بمقتل عمر رضي الله عنه. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى هذا الشاهد الآن يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. نسأل الله عافية السلام. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. نعم. منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يومنا هذا ادعى نبوة كثير، لكن يقول إما الذين يعني لهم شأن واشتهر أمرهم أو هذا على التغليب. فهم؟ نعم. بعض العلماء يقول أنت لا تظن أن هؤلاء يعني نسأل الله السلام أغبياء من يدعي النبوة، لا، بعضهم يعني عنده ذكاء، لكن نسأل الله السلام يعني ضلال. جاء رجل ادعى أنه موسى عليه الصلاة والسلام، جاء إلى هارون الرشيد وقال له هارون أنت موسى؟ قال نعم، موسى بن عمران الصلاة والسلام، وكان معه عصا. فقال له هارون رحمه الله، قال وهذه العصا هي عصا موسى؟ قال نعم. قال ألقيها حتى تكون حية تسعى. قال له هذه العصا لا تتحول إلى حية تسعى حتى تقول أنت أنا ربكم الأعلى. من أين جاء بهذا؟ يقول ما يمكن تتحول حتى أنت تدعي الألوهية. فضربه هارون حتى رجع عن قوله. شياطين. ولهذا أخواننا هذول أهل الباطل مناظرتهم أحيانا قد، وفي الغالب عندما بعض القنوات يجيبوا مناظرة يجيبوا هذا فصيح وهذا مسكين، والناس وراء إيش؟ وراء الفصاحة والبيان، وإن من البيان لسحرة يقلب الحقائق. ولما أقول ما تنقلب إلى حية تسعى حتى تقول أنا ربكم الأعلى. نسأل الله عافية السلام. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لا نبي، وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إلى قرب قيام الساعة، كما يعني الجمع بين الأحاديث، وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال عليه طائفة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم. نعم. باب ما جاء في السحر. الآن بدأ في قسم جديد، أعمال شيطانية، أعمال الشياطين، وهذا ننتهي عند هذا القسم ها إن شاء الله. الأعمال الشيطانية، ما علاقة السحر بالتوحيد؟ أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله نسأل الله عافية والسلامة السحر. وقلنا مثل طرفة عين يشرك بالله. أصبح السحر اليوم عندنا أمر طبيعي مسلم، صح؟ في الطريق الآن في كل مكان مكتوب إيش؟ الفانوس السحري، صح؟ والمفتاح سحري، صح؟ وخفة يد وتنويم مغناطيسي، والله صدق، صح؟ ولا أحد ينكر،
والولد الصغير يجي لأبي يقول يا عندنا والله يا شيخ في فيلم كرتون ايش فيه؟ قال في ساحرة، وهذا ما ينكر عادي جدا. قال ايه؟ قال طيب وانا اشغل الراديو ذاك اليوم واسمع فيه مسابقة. قلت يمكن يعني اجيب عن السؤال انا وشي. المهم انا اسمع السؤال، السؤال تدري والله يقول ما اسم كرمكم والله كلبة الساحر اللي فيلم كرتون؟ ولا حتكلم مسابقة. وعجيب هذا، وقال السحر وكذا أصبح الآن أمر مسلم. والله صدق. نعم، وعندنا قنوات تلفزيونية الآن للسحر والكهانة، أرقام اتصال. والله الذي لا إله إلا هو، في بعض الدول الإسلامية يوجد محلات في الشوارع، أنا رأيتها بعيني، مكتوب على المحل عراف، منجم، قارئ، كف وفنجان. 25,000 محل مصرح له، لا 12,000 محل مصرح له من الدولة. الدولة كلها 4 مليون، يعني 12,000، يعني عندنا 12,000 غير مصرح له، سحرة وكهان ومنجمين في دولة مسلمة. أي والله إلى الله المشتكى. نعم، وبعدين قال ليش تتكلم في التوحيد وليش تتكلم عن السحر؟ نعم، السحر كفر أكبر، الساحر يكفر، ويجب على السلطان يقتل الساحر حتى والتاب يقتل، مفهوم؟ نعم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه. يقول بعض العلماء أن هذه الآية فيها كفر الساحر من 6 أوجه تقريبا أو 7. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. نعم، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم، الجبت السحر، قال عمر رضي الله، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا تفسير يسميه العلماء تفسير بالمثال. قال فمنهم ظالم لنفسه الذي لا يصلي. التفسير بالصلاة تفسير بالمثال، لا يصلي الصلوات المفروضة أو لا يصوم رمضان الفرض مثلا. نعم، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، كانوا في القديم في كل حي يوجد كاهن، واليوم عندنا في كل يمكن خرم إبرة يوجد كاهن وساحر ومنجم ورمان. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. اجتنبوا يعني اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، وهذا الكلام للتشويق. 7 موبقات مهلكات ليست محصورة في 7، وهذا العدد من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قال 10 مبشرين في الجنة، حتى يحفظ الصحابة رضو الله عليهم في هذا المجلس 10 مبشرين بالجنة، 7 موبقات، 5 من الفطرة، مع أن الموبقات أكثر من هذا، ومبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة أكثر من 10، و5 من الفطرة في رواية 10 من الفطرة. لماذا يذكر العدد وليس له مفهوم؟ هذا من حسن التعليم، لكن إذا لم نجد في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذا العدد لا يمكن نزيد. أركان الإسلام 5 ما يزاد عليه، لأن لم نجد ما يزيد عليه في النصوص الأخرى. إذا لو وجدنا في نصوص أخرى جاء النص بالزيادة، وإلا اقتصرنا على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال وما هن أرادوا العلم والعمل، يعني الاجتناب هنا. أقال بدأ بالشرك وثنى بالسحر، لأن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله. نعم، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله، النفس التي حرم الله المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، إلا بالحق، النفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة والثيب الزاني. نعم، وأكل الربا وأكل الربا أو شرب الربا، المهم أخذ الربا بأي شكل من الأشكال، لأن بعض الناس قال أنا ما أكل الربا، أنا أشتري ملابس أو اشتري دار بالربا. نعم، وأكل مال اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، وأكل مال اليتيم
هنا خرج مخرج الغالب، يعني إتلاف مال اليتيم بأي شكل من الأشكال. نعم. والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني الفرار يوم زحف الجيوش للجهاد في سبيل الله. الجيوش كثيرة، عندما تمشي أنت لا تراها تمشي، تظنها تزحف من كثرتها. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، قذف المحصنات يعني نسأل العافية السلامة الرمي بالزنا، سواء كان للنساء وهذا في الغالب أو للرجال. نعم. وهذا كثير عندنا في هذه الأيام إخواننا، الإشاعات والقذف والله في الجوالات وفلانة وكذا وكذا، حتى لو كانت فاسقة لا تقذف طالما أنها مسلمة، إذن لابد أن نقف عند هذا وما نتعدى ولا ننشر هذه فلانة فاسقة فلانة فعلت فاحشة كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وعن جندب مرفوعا حد الساحل ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. موقوف يعني ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح السلطان طبعا. نعم. وفي صحيح البخاري عن مجارة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. كل ساحر وساحرة إلى هنا هذا الذي في البخاري، فقتلنا، هذه الزيادة ليست في البخاري. نعم. قال فقتلنا 3 سواحر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قتلوا 3 سواحل في زمن عمر رضي الله عنه، اليوم السلطان يقتل كم؟ نعم. الله أعلم. باب بيان شيء من أنواع السحر. أراد أن يبين لك أن السحر أنواع حتى تجتنبها، ليس نوع واحد ويلبسوا عليك ألعاب وتلوين مغناطيسي وبرمجة عصبية وكلام، وقال خفة يد، إيش خفة يد؟ قال هذا خفة يد وهذه ألعاب سحرية وهذا سيرك وهذا كذا وهذا تلوين مغناطيسي وأنت لا تدري، ووقعك في السحر وأنت لا تدري. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوفا عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطان بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة العيافة زجر الطير، يعني تخويف الطير. سيأتي معنا باب كامل في التطير في القديم وفي الحديث كثير. هذا التطير أراد يسافر أو يتزوج، إيش أسمع؟ يخوف الطير، طار على اليمين مضى، طار على اليسار رجع، هذا العيافة. نعم. إن العيافة والطرق، الطرق خطوط يضعوها بالأرض. الساحر لا يقول أنه ساحر، إيش يصنع؟ يضع خطوط وقل هذه الخطوط لها علاقة بالنجوم والنجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية، وقل هذه الخطوط الآن التي في اليد في الكف والله ما خلق الله سدى، صحيح، لكن بهذا تحدد سير الإنسان؟ لا، ليس لها علاقة. نعم. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، من السحر. قال نعم. عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رنة الشيطان، وفي رواية قال إنه الشيطان. رنة الشيطان لأن الشيطان يلقي في أذن الساحر ها الكلمة التي سمعت من السماء، صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لابن صياد، كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يشك في ابن صياد أنه الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبأ، قال ما هو؟ فقال ابن صياد الدخ. الشيطان أعطى ابن صياد نصف الكلمة، الدخ يعني إيش؟ سورة الدخان. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخشى فلن تعدو قدرك. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن من أنواع السحر النظر في النجوم واعتقاد أن النجم له علاقة بالحوادث الأرضية. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن شر النفاثات في العقد من علامات الساحر عقد العقدة والنفث فيها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العاضح؟ هي النميمة. وفي رواية صح أن تقول العظة على وزن عدة، يصح. نعم. ألا هل أنبئكم ما العاضح؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. إيش علاقة النميمة في السحر؟ هذا نميمة يا رجل، أنت وين تقرأ؟ أه؟ ما علاقة النميمة بالسحر؟ يقول النمام يفسد في لحظة ما لا يفسد الساحر في سنين. والله كلمة واحدة خلاص أفسد كل شيء. يقول خطبت امرأة، دهات العرب أربعة، دهات العرب في الصحابة رضوان الله عليهم أربعة، منهم عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، وعلي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. المغيرة بن شعبة داهية من الدواهي، يقول ما غلبني رجل قط إلا غلام، اعمل أبا زيد كل آلة فالمرء يغلب لا محالة. خطب امرأة المغيرة، مغيرة أمير والله عثمان رضي الله عنه، قال خطبت امرأة فجاءني هذا الغلام وقال يا أمير رأيت رجل يقبل هذه المرأة، ترك خطبة، بعد فترة وجد الغلام زوج لهذه المرأة فأمسكه قال ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال والله ما كذبت، والدها يقبلها. يفسد النمام في لحظة. أراد المؤلف أن يبين لك أن من علامات السحر ماذا؟ التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يسموه صرف وعطف. والمرأة تقول لصديقتها، هذه تشتكي الزوج، تقول والله زوجي صنع لي، قالت والله أخليه خاتم في إصبعك، وقت تريدي وقت لا تريدي تخلعي، صح ولا؟ هذا كلام عندنا وطبيعي جدا ولا أحد يتكلم. قالت والله أسحر وأنا أخليه مثل العبد يقبل رجلك أكرمكم الله. طيب هي لو رضيت بهذا، هي شريكة لها في السحر، صح ولا؟ تتطوع أنها تسحق زوج فلان، نسأل الله عافية السلام. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان من الفصاحة والبلاغة لسحرا. إذا كان بالبيان والفصاحة يحق الحق ويبطل الباطل فهذا حق، بل قد يكون هذا واجب. وإذا كان بالبيان والفصاحة يقلب الحقائق، يقول هذه مشروبات روحية إذا شربناها نكون ملوك، مفهوم؟ إيه نعم، مشروبات روحية يعني خمور يسمونها بغير اسمها، فبالبيان والفصاحة يجعل الحرام حلال والحلال حرام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أراد الآن أن يبين لك من هم. باب الأول حكم السحر، الباب الثاني انواع السحر حتى تعرف انها انواع ليست نوعا واحدا. اراد هنا ان يبين لك من هم حتى تجتنبهم وكيفيه الاتيان، لان بعض الناس يظن الاتيان انه ياتي يجالس، لا، يفتح القنوات، شراء المجلات، نعم، مواقع ارسال رساله. قال تبغى تعرف شخصيتك انك انت عصبي او عاطفي او رومانسي، ارسل لنا رسالة. والله صدق موجود هذا يا اخوان، قال ارسل لنا رسالة فيها اسمك، او تبغى تعرف حظك مع زوجتك او مع خطيبتك ترسل لنا رسالة فيها اسمك واسم الزوجة، ترسل الرسالة لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تستقبل الرسالة الاخرى كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله وضحكوا على الناس بماذا؟ باختبار الشخصية واختبار الكذا واختبار الثقافة وغير هذا. والله نسأل العافية السلام. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير. من تطير يعني بنفسه، أو تطير له، لأنهم كان عندهم في الجاهلية قبائل معروفة بالتطير. قال: لو يتطير لك طفل من هذه القبيلة ويقول لك لا تسافر اليوم، لا تلغي هذا التطير. نعم. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، مسروق يسرق له سيارة أو يضيع له ولد، فيأتي لهذا، وهذا عراف يعرف أين هي، ممكن نجدها وممكن لا نجدها في الغالب، لكن يكون نص العفو السلام بهذا ضياع الدين. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. وقال أبو العباس، أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أراحنا وقالها: كل من يدعي هذه الأشياء تقل عنه عراف، كاهن، منجم، رمان، لا إشكال. نعم. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. يكتبون أبا جاد يعني يكتب حروف مقطعة لا تفهم معناها، قل هو الله أحد ثم يكتب ألف. وعندنا اليوم في بعض الخواتم تشوفها يحط مربعات كذا، عرفت، وألف كاف سين، أو أرقام 1 7 3 كذا، هو يعطيها هذا في الخاتم تحصلها، أو تجدها أحيانا في بعض الألبسة يضعها السحرة هؤلاء. هذا معناه عندما يكتب قل هو الله أحد ألف سين مثلا، هذا معناه يعني الكفر بما تقدم. حروف هذه تعني عندهم رموز للسحر. ومسكين المريض يقول: يا أخي قرأ علي القرآن واعطاني هذه الكتابات فيها قل هو الله أحد، ولا يدري أنه قل هو الله أحد مكتوبة أحيانا تكتب الله المستعان بالبول وبالدماء. إيه نعم. ويكتبها ويكتب أمامها سين كاف، يعني كفر بما تقدم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاقه. نعم، هذا تعلم لأبا جاد، طبعا هذا من أنواع السحر، لكن عندنا في تعلم أبا جاد عند العلماء، يحسب التواريخ بماذا؟ بالأحرف، عندهم حساب معروف، وهذا علم جائز. قال: قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة 204 في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن سعدي رحمه الله تعالى جاء لافتتاح الجامع الكبير بعنيزة وقال: جد بالرضا وأعطي المنى، من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا 1362، دعا وأرخ في وقت واحد رحمه الله. مفهوم؟ قال: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. نعم. هذه عندهم يحسب التواريخ، تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. لنعمانهم قال أبو حنيفة رحمه الله، توفي في قال، وطعق لمالكي، وللشافعي در، ورم لابن حنبلي، وفاة الأئمة الأربعة. تمام؟ نعم. لأنه ممكن في اختبار الآن يقول اكتب تاريخ وفاة الأئمة الأربعة، تحتار
اكتب لنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورمل ابن حنبل، وانتهى الموضوع. مفهوم؟ أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، فافهم وادعو لي. هذا حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، كثير عندهم يؤرخوا بهذه الأرقام. نعم. باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة يعني حل السحر. الآن شوف الترتيب، السحر، أنواع السحر، من هم وكيفية الإتيان وحكم الإتيان. الآن وقع السحر، إيش تصنع؟ لكن لا توسوس يا أخواننا، عندنا كثير من الناس في هذه الأيام مع هذه الوسائل أيضا موسوس، أنا مسحور، أنا محسور. يا أخي أنت الوحيد في العالم، ليش توسوس؟ قال والله عندي السحر، وفلان في الموقع قال إذا قرأت هذه الآية وجاءك نعاس أو نملت رجلك معناه أنه مسحور وسحروني وأنا تعبان. وليش لا تفتحوا هذه الأبواب يا أخي؟ يا أخي أنت متوكل على من؟ من يتوكل على الله فهو حسبه، احفظ الله وانتهى الأمر. ولا تبال محسود وكذا وفي عيان وفي جن وفي شياطين، وهذا تجده دائما في المستشفيات نسأل الله السلامة أو عند الرقاة. لا، وقع السحر، حل السحر بماذا؟ بالرقية. أنت فيك مرض ولا ليس فيك مرض، استخدم الرقية ولا إشكال، صح؟ نعم. أو بالدعاء أو بالأدوية المباحة مثل الحجامة مثلا، شرب العسل. طيب هل يعالج السحر بالسحر؟ لا، مخالف للكتاب والسنة وقول الصحابة وسلف الأمة، وفي تقوية للسحرة، تضعيف للتداوي بالقرآن. في إنسان يذهب إلى مظنون ويترك يقين؟ كيف تذهب إلى الظن وتترك العلاج بالقرآن وهو يقين؟ وتذهب للساحر، الساحر الثاني إيش يصنع؟ يصنع سحر جديد، وبدلاً كان عندك سحر واحد صار عندك أكثر من سحر، ثم ممكن الساحر الثاني يكون أضعف من الساحر الأول وما يصنع شيء، ثم الساحر الثاني ما يمكن أن يحل السحر عن المسحور حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يقول لازم تقرب للشيطان، وهذا شرك. نعم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر حتى تتعلم الأمة ماذا؟ الصبر، وأنه دار ابتلاء. نعم. ثم لو صبر ولم يأتي السحرة ماذا له؟ جنة. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. نعم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الكراهة عند السلف التحريم، كل كراهة وتحريم لحل السحر هذا يحمل على حل السحر بالسحر، وكل من أجاز حل السحر يحمل على الرقية والدعاء والأدوية المباحة. نعم. وفي البخاري عن قتالة قلت لابن المسيب رجل به طب، رجل به طب، هذا فأل. العرب عندهم فأل، يسموا المسحور ما يقول عنه مسحور، إيش يقول؟ مطبوب به طب. تمام. ويسموا الأعمى بصير. تمام. ويسموا اللدير سليم، ويسموا الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى لا جدبة وهند مفازة وهي هلاك، ويسموا الجماعة من الناس إذا خرجوا للتجارة قافلة وهي في الحقيقة ذاهبة، ويسموا هذا الذي تصعد عليه سلم من إيش؟ من السلامة، هو في الغالب ندامة تسقط عنه، صح؟ ويسمى ما يوضع على الكسر وهي في الحقيقة كسيرة. عندهم فأل، أي نعم، تفاؤل، أي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. نعم. ويسمى الأولاد للأعداء والعبيد لهم، يسمى الأولاد للأعداء والعبيد لهم، يسمى العبد فلاح، نجاح، مطيع، صح، نافع، يا مطيع يعني حتى يطيع السيء، يا نافع ينفع السيء، صحيح. ويسمى الأولاد للأعداء،
يسموا الأولاد صخر صخر وحرب وفهد وخالد وعلي. خرج للمبارزة قبل أن تبدأ المعركة حتى يحمل وطيس. يخرج الفرسان من الصف الأول والفرسان من الصف الثاني. خرج من صفوف الكفار ثلاثة: عتبة وشيبة والوليد. عتبة يعاتب على كل شيء، وشيبة هذا ليس أهلا للحرب، ووليد صغير. الثلاثة قتلوا. صحيح أسماءهم تدل على إيش؟ على الضعف، مفهوم؟ فيسموا الأولاد للأعداء. يقولوا من جاء في الجيش؟ قال حرب وفهد وأسد وخالد وعلي وصخر. قال هزمنا. صحيح والله. نعم. الصحابة الشيخنا اللي خرجوا حمزة وعلي علي خرج وحمزة وعبيدة بن الحارث. عبيدة نعم صحيح. وفي البخاري عن قتادة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد، نبي الرحمة، نبي الملحمة. أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها مدح، ولهذا كانوا لا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بمحمد، ما يستطيعوا ينادوا، كيف ينادوا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عنه. نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. حل الإشكال وجمع بين الأقوال. نعم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم بمرء أشياء يراها، كلب، بومة، كرمكم الله، يعني كلب أسود، أو أشياء اسمعها، صوت أكرمكم الله كلب أو صوت حمار أو كذا، أو أزمنة يوم الأربعاء يوم السبت مثلا، أو أمكنة يقول هذا الطريق أنا ما أمشي فيه، أو بعض الأرقام يقول رقم 7 لا أحب هذا الرقم، أو ألبسة يقول هذا الثوب كل ما ألبس هذا الثوب يحصل لي مشكلة، أو هذا القلم مثلا. تطير كثير جدا في الأمم. نعم. حكم التطير شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وأنواع كثيرة لا تنتهي. وبعض الناس يتطير حتى بالقرآن. كيف؟ يبغى يتزوج أو يسافر، يفتح المصحف كذا، وقع النظر على آية فيها رحمة، ادخلوها بسلام آمنين، قال توكلنا على الله. وقع النظر على آية فيها عذاب: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال لا والله ما نروح. هذا تطير بالقرآن. ويعلم الأولاد عندنا، والله يعلم الأولاد الاستقسام بالأزلام، هذه أسافر وهذه لا أسافر. وش يقول؟ وش يقول الأولاد؟ حقرة بقرة، قال لي عمي عد العشر، أو حادي بادي كرمبوزة بادي شاله وحطه كله في هذه. والله يعلم هذا استقسام بالأزلام. أو قال يا أخي خذ واردة الآن، وبعدين قال أتزوجها، ما تزوجها أتزوجها، توكلنا على الله. استقسام بالأزلام والله عند الأولاد موجود عندنا شرك. وعندنا من يعبد الشمس، إذا سقط السن يقول يا شمس يا شموسة، صح؟ خذ سني. طب هو قاعد تنادي الشمس تعطيك السن، صح؟ أي نعم، مشكلة، والله مشكلة كبيرة، الله المستعان. نعم. التطير هذا كثير. المسلم ما يتطير، المسلم يتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الدعوة، ورقة بن نوفل حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليتني أكون فيها جذع، وحصل له ما حصل،
تطير تفاعل. فالمسلم ما يتطير أبدا، اللي يتطير مشرك منافق نسأل عافية السلام. وبعض الناس قال أعوذ بالله أعوذ بالله اصطبحنا بفلان، صح؟ قول أعوذ بالله هنا تطير، قال أعوذ بفلان شرارة، يقول فلان منحوس، ما يجوز. عندنا في زمن من الأزمنة ملك من ملوك السعودية، هذا الملك في رجل عندنا في السعودية أرسل الملك إلى العراق. العراق في القديم كانت مملكة، ملك فيصل كان في العراق، فحصل انقلاب على هذا الملك وقتل، ومعه جماعة من الناس قتلوا، ورجع هذا إلى السعودية. فعندنا الملك قال لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت نحس منحوس أنت. فقال يا طويل العمر ارسلني على اليهود. أنت ما تحتاج تقضي على اليهود، لا طيارات لا دبابات، أروح أقضي عليهم واجي. ففهم نعم حجة، ما يستطيع يرد على الملك إلا بلطف. فقال يا طويل العمر ارسلني على اليهود أقضي عليهم ماتي، هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر كتب الله. اقتنع الملك، فهمت؟ أي نعم، لا يوجد عندنا في الإسلام تطير ولا تشاؤم أبدا، مسلم دائما متفائل. يجيك اتصال الساعة 2 في الليل، اتصل فلان قال الله يكفينا شر هذه الساعة، هذا الله يكفينا شر هذه الساعة تطير والله. شيك اتصال الساعة 2 في الليل، جاء اتصال للشيخ قال الله أكبر حررنا القدس مثلا، والله ليش ما تتفائل يا أخي؟ ليش الاتصال هذا تنوي النشوم، صح؟ اي والله تفائل يا أخي. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تفائل أنت، ليش تتشائم تتطير؟ وهذا أخواننا كثير جدا، لو أطلنا في هذا لكن كثير جدا. ملك من الملوك في زمن من الأزمة أراد الخروج إلى الصيد، قال له الوزير أخرج معك، قال تفضل تعال. عندما أراد الخروج جرح الملك في إصبعه، فقال الوزير للملك لعله خير، عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. غضب الملك وقال تهزأ، فرحت أني قطعت، أدخلوه السجن. أدخل الوزير إلى السجن وأغلق عليه باب الزنزانة وقال له سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير. يستهزئ بهذا بالوزير. ثم خرج الملك في الصيد، وهو في الصيد أمسكوا جماعة من الناس، تعرف يخرج إلى الصيد بدون حرس بدون، أمسكوا قال ماذا تريدون؟ قالوا نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك، قال أحسن قربان أنت، كبش سمين. قيدوه، فعندما قيدوه وجدوا الجرح هذا في إصبعه، قالوا أنت معيب، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، اتركه رجع للوزير. قال صدقت والله إن قطعي خير. قال الوزير لا والله، والله أنت صدقت، سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك الآن في الصيد كنت في عداد الأموات، أنا لست بمعين. دائما الإنسان إخواننا لا يتطير، دائما المسلم إيش؟ تفاعل، يحب الفعل عليه الصلاة والسلام. التطير هذا من أعمال أهل الشرك وأهل النفاق، لا تطير أبدا. بعض الناس يقول والله نفس اليوم مقبوض وأشعر المصيبة قريبة تأتي، صح؟ وقال متضايق متضايق، خليني في حالي اليوم، والله متضايق يعني خلاص، يعني أنا عارف وأنا قلت كذا. ليش؟ ها؟ إيش تعلم الغيب أنت؟ شوف سوي طيب خلي يا رب. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرعون
ومن معه تطير بموسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنما يأتي من الجدب والقحط والبلاء هذا من موسى عليه الصلاة والسلام. فقال لهم الله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يصيب هؤلاء من الجدب والقحط هو من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا، وموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه سبب للخير والبركة، لأنه كان يأمر بطاعة الله. طائركم معكم، الآية الثانية لا تخالف الأولى، أي مصاحب لكم، فإن عملتم خيرا تجدوا وإن عملتم غير ذلك تجدوا. قال: والله إني لأرى أثر معصيتي على دابتي. نعم، وقبله قالوا طائركم معكم الآية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا عدوى، لأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، وهي أن المرض ينتقل بذاته، العدوى تنتقل بإذن الله، وأنت عليك أخذ بالأسباب، تبتعد عن المرضى لا إشكال في هذا، لكن تعتقد أن المرض هو المؤثر بذاته لا. نعم. لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة لا نتطير. نعم. ولا هامة، ولا هامة، الهامة البومة أو طائر يشبه البومة يتطير به. نعم. ولا صفر، ولا صفر يعني يتطير بماذا؟ بشهر صفر. ويقول بعضهم يقول صفر الخير، تطير حتى صفر الخير، صفر الخير ومحرم الخير، صحيح كل أشهر الله فيها خير وفيها غير هذا، لماذا نتطير نششام؟ نعم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، يعني أشباح كانت تخرج لهم. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أو القول الطيب. نعم. أو يرى شيء طيب. ولهذا في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء؟ قال: سهل. قال: سهل الله أمركم. ها. نعم. صحيح. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. يعني لترد مشرك، قد يكون شرك أصغر وهذا الأصل، وقد يصل الأكبر. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره، رأى أحدكم ما يكره إيش يصنع؟ يرجع؟ لا. نعم. فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. البعض يضعف هذا الحديث، والثاني يعني هو الثابت والله أعلم. نعم. وعن ابن مسعود مرفوع عنه رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا. تقف هنا لأنه في كلام محذوف. وما منا إلا، هذا ترك ما يستقبح ذكره. وما منا إلا ماذا؟ يعني كثير عندنا من الناس يقع في التطير، لكن هنا حذف. ليش؟ هذا اللي قلنا تحقيق التوحيد في الألفاظ. وما منا إلا يعني ويقع في التطير، محذوف هنا. نعم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه. نعم. أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود: وما منا إلا. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. شرك صار الأصل. نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. ولهم من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. حتى تتنبه، الطيرة ما أمضاك أو ردك. متردد الآن تزوج ولا لا؟ قال: إيش اسم العروس؟ قال: والله اسم العروس سعاد. قال: الله يسعد أيامنا، توكلنا على الله. هذا إيش؟ أمضاك، هذا تطير. أو ردك، قال: إيش اسم العروس؟ قالوا: صخرة. قال: الله يجعلها في رأسها، والله ما تزوجها، هذا ردك. نعم. إيش علاقة اسمها بتزوج وما تتزوج أنت؟ يا أخي غير اسمها بعدين، ما هو مشكلة أنت. نعم. باب ما جاء. والله يا إخواننا هذا كثير جدا عند الناس، وما أحد يتكلم. عندنا يقولوا، أكيد عندكم موجود هذا، يقول: خير يا طير. صح، خير يا طير، خير يا طير، هذا قول أهل الجاهلية. خير يا طير، والله خير يا طير. نعم. باب ما جاء في التنجيم. التنجيم يعني علم النجوم، إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. لكن عندنا علم النجوم
يستدل على الجهات وفصول السنة وقعد الزرع، هذا علم جائز. نعم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا فقط الذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى عن النجوم، أما نعتقد أن لها علاقة بالحوادث الأرضية هذا شرك. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. كل من يكره تعلم منازل القمر يحمل على ماذا؟ على اعتقاد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية، وكل من يجيز تعلم منازل القمر يحمل على الجهات وأوقات الزرع وفصول السنة وجهة القبلة. نعم. وعندنا بعض الناس يرى في الليل مثل ما ترى أنت في النهار بدون جوجل، هذا ماب وش يسموه، قال يقول ماب ولا كذا، والله صدق. وهذه عطلت ترى الذاكرة عندنا، هذا الأجهزة تعطل بعض الأشياء عندنا، فهذا يرى في الليل مثل ما ترى أنت بالنهار، صدق والله، يعرف الطرق، كانوا في القديم يعرف الطرق، يعرف الجهات، يعرف كل شيء. نعم. وفي قصة خالد رضي الله عنه عندما خرج جهة الشام، يعني كان معهم الدليل، قال هذا المكان جئت إليه وأنا صغير مع والدي، هنا يوجد شجرة عندها الماء، وما وجدوا الشجرة وكادوا يهلكوا، بحثوا حتى وجدوا الشجرة. يعرفوا يا أخي إخواننا، كان عندهم يعني هذه الأجهزة الآن عطلت عندنا، قبل أن تأتي هذه الأجهزة كنا نحفظ أرقام، صح؟ اليوم ما تحفظ الأرقام، الآن حتى الطرق هذا يروح إلى بيتي بجوجل ماب، خلاص تعطل هنا عند شيء. طيب لو انطفى الجوال انطفى كل شيء، انتهت الحياة. يعرفوا، وكان عندهم القافة. أكرمكم الله، إذا نظر إلى رجل الرجل ها عرف من أين هو. ينظر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدابة البعير إذا نظر إلى أثر الدابة البعير يعرف هي ذكر أو أنثى، والأنثى يعرف إذا كانت حامل. في الهجرة جاءوا برجل من أهل القافة ونظر في أثر الأرجل، قال والله إن هذه الرجل لمثل التي عند البيت. وش اللي عند البيت؟ هذا محمد عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم. قال هذه والله مثل التي عند البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الحب بن الحب، وكان زيد أسود وأسامة أبيض، ويتكلم فيهما لماذا؟ حتى يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. مر بهم رجل قد نام انكشفت أرجلهم، أربع أرجل الآن عندنا ظاهر، فقال هذا والله هذا من أهل، قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، ليش؟ رد على قريش. نعم. وكره قتادة. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر. ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا حديث وعيد مرة كما جاءت. نعم. مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الشاهد هنا مصدق بالسحر، كأنه أقول لك أن من علم النجوم هو نوع من أنواع السحر. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب السقيا من النجم. وقال الشيخ بن عثيمين، انتبهوا إخواننا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ذهبت الأنواء، أنواع الجاهلية قال مطرنا بنوء كذا، طلع النجم، والنجم إذا ظهر الآن في الجزيرة العربية هذا لابد ينزل المطر، هذا الشرك. قال ذهبت الأنواء وجاءت عندنا اليوم المنخفضات الجوية، يقول منخفض جوي على منطقة الخليج ينزل المطر، ما يقول بإذن الله ولا محالة. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما الشرك أكبر على اعتقاد أن النجم هو المنزل المطر، أو شرك أصغر على اعتقاد أنه سبب وهو ليس بسبب. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لا يتركونهن إخبار وتحذير. نعم، من أمر الجاهلية يعني التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتي بنيت على الجهل والسفه والقبح. الفخر بالأحساب. الفخر بالأنساب، لا، قال الفخر بالأحساب، يعني لآل البيت حسب، ما تقول نسب. والطعن في الأحساب، قال لا، الطعن في الأنساب يعني نازل. نعم، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. النياحة يعني ذكر محاسن الميت على وجه التسخط برفع الصوت، يا لآل فلان، يا زوجي، يا لهوي مثلا. نعم، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. الجزاء، نسأل العافية السلام، من جنس العمل. كان الأصل أنها تغطي المصيبة في الدنيا بماذا؟ بالصبر. هي غطت المصيبة في الدنيا بمصيبة أخرى وبمعصية، وهي النياحة. النسل عاف السلام الذي فيه جرب لا يستطيع أن يلبس شيئا على جسده، فغطى الله سبحانه وتعالى مصيبتها بمصيبة أخرى في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول. صلى لنا يعني صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية موضع بين مكة وجدة، كانت فيه الغزوة المعروفة والصلح، صلح الحديبية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، ولهذا قالوا عنها أنها غزوة. نعم، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر أو غيث، وانقسم الناس عند النعمة إلى مؤمن وكافر. نعم، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم. لا أقسم يعني لا، هنا انتبه، أقسم لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته بمواقع النجوم. كيف تجعل هذا النجم المخلوق الذي ليس له قدرة ولا اختيار، الله سبحانه وتعالى خلق هذا النجم وجعل له مكان، كيف تجعله هو المنزل المطر وتجعلون رزق؟ لا أقسم مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الملائكة عليهم السلام، تنزيل من رب العالمين. القرآن منزل غير مخلوق في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، أنه كلام الله، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون ما رزقكم، معنى الآية، ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. جزاكم خير شيخنا، الله في سؤال أو شيء؟ نمشي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. في إشكال في حديث فضل بن عباس إنما طيرت ما أمضاك أو ردك، مع أشكال عليه في حديث إنما هذا السهل. ها؟ لا، ما جعله يمضي، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح. لا، تفاعل. تفاعل، قلنا الفعل مستحب. نعم، هذا الآن عزم على النكاح واتفق مع الولي وكل شيء والمهار والسكن والنفقة والمهم بعض المسائل، وقال خلاص اتفقنا. قال اتفقنا. قال ايش اسم المرأة؟ قال اسمها سعاد. قال الله يسعد ايامنا. اتفق عبد المطلب مع حليمة على ارضاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسمك؟ قالت حليمة. قال من بني من؟ قالت من بني سعد. قال تحلم على ابني ويسعد، ما تقصد، وأعطاها الولد بعد هذا سأل. فهمت الشيخ؟ تفعل، ما جعلك لا تمضي ولا ترجع، خلاص؟ اي نعم.